تعالوا بقى نتكلم على ان احنا النهارده اتكلمنا وكنا في حضره النبي في خطبه الوداع. تعالوا مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم نساله ان هو يملا قلوبنا، نسال الله سبحانه وتعالى واحنا في حضره النبي ان يملا قلوبنا رحمه ويملا قلوبنا كمان احترام لحرمات الناس. اللهم انا نعلم انك جميل تكره القبح، ونعلم ان تتبع عورات الناس والتعدي على حرمات الناس من القبح. فاللهم جملنا بأن نحفظ عورات الناس وأن نحفظ حرمات الناس، ويا رب أكرمنا بأن نكون مترفقين بالضعيفين، أن نترفق بزوجاتنا، وأن نجعل المرأة يا ربنا عنوانا من عناوين الرحمة والخير والجمال، وجمل حياتنا بجمال حضرة النبي. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب ما تفرقش بيننا وبين حضرة النبي، واجعل أسماءنا في قلب حضرة النبي، يا كريم يا ودود يا رب العالمين.